شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية في القليوبية إقبالا من المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث فتحت الحدائق أبوابها منذ الصباح الباكر لزوارها للاستمتاع بجمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي تتميز بها حدائق القناطر. كما شهدت المدينة زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الصغيرة، حيث تحولت المتنزهات العامة ومنطقة الشلالات والحدائق إلى ملاهي مفتوحة للاستمتاع بأجواء العيد. ♪